مرحبا شباب، طبعا عندي فد اقتراح، خلينا نسميها سلسلة أفكار حلوة، يعني ممكن يعني ما تصير وصعبة تصير، بس يعني حلوة إذا تكون موجودة. الفكرة الأولى أن تكون كل ماب سكيورتي، بكل ماب يكون روم، يعني غرفة يسميها سكيورتي روم، بيها كاميرات، بيها هيتش لايف، تلفزيونات، كاميرات الماب كله. أوكي، تقدر تباوعها لايف، انه اباوع هاي الكاميرا هاي الكاميرا هاي الكاميرا هاي الكاميرا، كل الكاميرات اباوعها لايف بنفس الوقت. اوكي، ما يحتاج افتح الكاميرا مالتي واقلب من اليمين من اليمين لليسار، يكون اباوع على كاميرا قلبت على كاميرا اجى واحد، لا كلها بنفس الكاميرات، اباوع على الكاميرات كلها. راح يصير تحدي، اوكي راح يكون تحدي كلش كبير بين المهاجم والمدافع، حتى شوية يتغير الروتين مال، انه بس بوم وتزرع، لازم اكو تكتيك ثاني هم. مثلا المهاجم يهاجم هاي السكيورتي روم، اذا الدفاع حاب يحميها اوكي ويسوي فخ للمهاجم بيها خطط هواية، المهاجم اذا سيطر على هاي الغرفة راح يقدر يتابع الكاميرات كلها مال الماب. المدافع الحل الوحيد من يعرف انه سيطر المهاجم على هاي الغرفة يقدر يفجر الكاميرات الموجودة حتى ما يكون مراقب، والمدافع اذا قدر يسيطر راح يكون هيش تكتيك. يعني هي فكرة ممكن البعض يضوج من عندها يعني يقول لا وشي صعب، مجرد اقتراح احب نتناقش بيه، واحب اسوي سلسلة هيك افكار ما موجودة برينبو، ولو تكون موجودة شي يصير. اذا حبيتوا هالشي استمر بيه، اتمنى تكتبون بالتعليقات وتدعمون هالشي اذا عجبكم، ويعني اشوف نسبة التعليقات اللي راح يعجبه هذا الموضوع. راح انشر كل فترة عن موضوع مو موجود برينبو، اخذه من لعبة ثانية اخليه برينبو يكون موجود، حتى تكسر هذا الروتين، يكون تكتيك اكثر باللعبة، شغلات احلى واكثر باللعبة، لان صار زمان نلعب موت البوم وهسه اللغة السكيور بقى بس بوم، حتى ليش يصير ملل، هو نفس البوم موجود بس اكو سكيورتي روم. اوكي، وهاي سكيورتي روم يعني المدافع والمهاجم يقدر يسوي بيها تكتيكات هواية بكل ماب، مثلا كلوب هاوس اللي موجود هذا بكلوب هاوس، او مثلا بكافيه او اوريجين، او بكل المابات تكون اكو غرفة مخصصة سكيورتي روم بيها مثلا 8 كاميرات بهذا الماب، 9 كاميرات موجودة كلها لايف، هيج تلفزيونات قدامك تتابعها، وتقدر تمنع يعني تدافع عنها لهاي الغرفة او تتركها، انت حر تكون. فشنو رأيكم انتو؟ اتمنى تكتبوا لي اياه بالتعليقات وتدعمون هالشي او لا، وشكرا.